وزيرة الصحة تترأس اجتماع الخبراء الصينيين المشرفين على عملية تصنيع لقاح كورونا بمصر. هدوء في غزة وإسرائيل تعيد فتح البحر أمام الصيادين الفلسطينيين في القطاع. البرلمان اللبناني يبدأ جلسة لبحث رسالة عون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. الثانية ظهراً 12 في جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. ترأست دكتور هالة زايد وزيرة الصحة اجتماع الخبراء الصينيين المشرفين على عملية تصنيع لقاح كورونا في مصر. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز عقب الاجتماع، أوضحت وزيرة الصحة أن الاجتماع مع الخبراء الصينيين عقد بحضور مسؤولي شركة الإنتاج أو مسؤولي شركة الإنتاج، ومشيرة إلى أن عملية الإنتاج خطوة هامة لعودة ريادة مصر في إنتاج اللقاحات. وتوقعت الوزيرة إنتاج مليوني جرعة من لقاح كورونا خلال أسابيع، داعية المواطنين إلى اختيار مراكز ذات كثافة منخفضة عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا. يسود الهدوء أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية عقب 11 يوما من القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على القطاع. وتواصل العائلات في شمال غزة والتي نزحت بسبب القتال العودة إلى منازلها. أعادت إسرائيل فتح البحر أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن منعت الإبحار فيه مع بدء العمليات العسكرية في القطاع والتي امتدت لأحد عشر يوما، ولا تسمح إسرائيل للصيادين الفلسطينيين بالإبحار أكثر من 25 ميلا بحريا قبالة سواحل قطاع غزة. عقد البرلمان اللبناني جلسة لبحث رسالة رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل الحكومة، وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون بعث برسالة إلى البرلمان أوضح فيها عجز رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ لبنان من أزمته المالية، ودعا عون في رسالته البرلمان إلى تحمل مسؤولياته، ومطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات للانتهاء من حالة التعطيل والعمل على معالجة الوضع. ذكرت مصادر لبنانية أن حريقا اندلع في مرفأ بيروت، وأشارت المصادر إلى أن السلطات بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان تنفيذ 144 عملية أمنية قتل خلالها 107 من الإرهابيين، فيما تم اعتقال 133 آخرين بينهم قياديون في تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف النعمان أنه تم تنفيذ 370 عملية أمنية أيضا بالتنسيق مع الإسناد الجوي، وتدمير 250 كهفا لداعش وتفكيك قاطع جنوب بغداد. وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يتابع الخلايا الإرهابية في جميع المناطق، مضيفا أنه تم وضع خطة لثلاث سنوات قادمة وإطلاق الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات. قتل 8 عناصر من الجيش الأفغاني و20 من طالبان في هجوم للحركة وعمليات عسكرية شمالي البلاد. وقالت مصادر أمنية إن 8 جنود قتلوا في هجوم للحركة على موقعهم في ولاية بجلاني بدورها. قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 20 مسلحا قتلوا في عمليات برية وجوية للقوات. انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم.